وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها رمضان يمر سريعا وأشرف على الانقضاء، ورمضان كلما مر منه يوم فاليوم الذي يليه هو أشد خطورة وأهمية من الذي قبله، ونحن مشرفون الآن على العشر الأواخر من رمضان، فهذه العشر لها أهمية خاصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليها أهمية خاصة، فإذا دخل العشر شد مئزره واعتزل أهله واعتكف في مسجده. هذه العشر في غاية الأهمية لأن الله سبحانه وتعالى أخفى فيها ليلة القدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. في روايات قالت في الوتر، وفي روايات تعددت الروايات في أي الليالي هي، لكن المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها في العشر الأواخر من رمضان. لذلك حتى يدرك الإنسان ليلة القدر ولا يعلم ما هي، لعلها في أول ليلة من العشر أو في الأخيرة، عليه أن يجتهد في هؤلاء العشر، أن يعطي لها للعشر الأواخر من رمضان أهمية خاصة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعتكف في هذه العشر. لماذا يكون دائما آخر الشيء أهم الشيء؟ لأنه يوشك الشيء أن ينقضي، ينقذ هذا الشهر أن ينقضي، وهذا الشهر فيه من الفيوضات ومن الرحمات ومن المغفرة ومن العتق من النار ومن تصفيض الشياطين وتفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار ما لا يكن في غيره. فمعنى ذلك أنه كلما انقضى منه يوم فنحن نتمسك بما تبقى إلى آخر لحظة، لعلنا يكون الخير أو نظرة الله سبحانه وتعالى لنا بالمغفرة أو بالمحبة هي فيما تبقى لا فيما مضى. ندعو الله أن يكون قد وفقنا فيما مضى، ولكن الذي مضى مضى وهو عند الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نستطيع أن نعيد الأيام مرة أخرى لنعوض ما فات منا، ولكن علينا أن ننظر إلى الأيام المقبلة. فهذه الأيام وهذه الليالي لها وضع خاص ولها أهمية خاصة، علينا أن نكثر فيها وأن نقبل على الله فيها. فمن قصر فيما فات أو فرط في بعض ما فات عليه أن يقبل على الله في هذه العشر الأواخر ويكثر فيها من الذكر. العبادات المهمة جدا في هذه العشر، طبعا لا شك أن قراءة القرآن الكريم من أول الشهر إلى آخره عبادة مهمة جدا في رمضان لأنه شهر القرآن، ولكن تتأكد هذه العبادة أكثر وأكثر في العشر الأواخر. فمن كان لم يكن له ورد مع القرآن فيما مضى فعليه أن يبدأ ورد الآن، عليه أن يضاعف الوقت الآن، عليه أن يتخلص من بعض مشاغله ويعطي وقت الآن ليتفرغ لهذه العشر ويتقن هذه العشر. لا شك أن قيام الليل من العبادات المهمة في هذه العشر. قيام الليل يتحقق بالصلاة مع الإمام في تراويح رمضان، ولكن يمكن أيضا أنك تأتي في العشر الأواخر من رمضان وتضاعف هذا العمل فيكون لك ورد تهجد، إما ورد تهجد في المسجد مع إذا كنت معتكفا، أو ورد تهجد في البيت أو مع أسرتك أو مع أولادك أو منفردا. يعني إذا تلاوة القرآن ورد التهجد أيضا بتدخل عندنا عبادة هنا الآن مهمة في غاية الأهمية، كانت معنا أيضا من أول الشهر، هو الذكر والتسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى، وبخاصة أن عبادة الاعتكاف في حد ذاتها وهي يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر على رأي جمهور العلماء أنه كان يعتكف في مسجده في العشر الأواخر. أهم ما في الاعتكاف هو الذكر، لأن الاعتكاف هو في حقيقته خلوة بين العبد وبين ربه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب لنفسه خيمة في المسجد، أو بعضهم قالوا قبة، وكان يدخل بداخلها ويعتزل من في المسجد، يعني كان لا يكلم أحدا في المسجد.
وحتى النساء، والقرآن نفسه قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. سنتكلم في الحلقة القادمة عن أحكام الاعتكاف، ولكن هذه هذه العبادة وهي عبادة الاعتكاف اللي هي سنة مؤكدة في العشر الأواخر، أهم ما فيها الذكر، لأنه خلوة مع الله. خلوة مع الله يعني تناجي ربك وتذكر ربك، ومع ربك تذكره بأي طريقة أنت تحسنها. قد يكون الذكر قراءة قرآن، لأن من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. قد يكون الذكر الصلاة، فأقم الصلاة لذكري. فمن أراد أن يكلمه الله يقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلمه الله فليدخل في الصلاة. قد يكون الذكر المجرد، أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تكثر هذا، قد تحود نفسك على الذكر المناسبي. يعني مثلا كنت في الأول لا أحسن أن أنا مثلا أتذكر الذكر عند دخول البيت، في العشر الأواخر تعلم، لأن ده أيام الذكر. أقول الذكر لما أجي أدخل البيت، أقول الذكر لو أنا خارج من البيت، ذكر لما أجي أركب السيارة، ذكر لما أجي أنام، ذكر لما أستيقظ من النوم، ذكر لما ألبس ثيابي، ذكر لما أبدأ الطعام، لما أنتهي من الطعام، لما يدخل إلى دورة المياه، لما يخرج من دورة المياه. في كل هذه الأحوال، والحمد لله، وهذا مما نفخر به، النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ذكرا نقول. إذا كنت أنا مش متعود ماشي الحياة بتاعتي الحياة الروتينية، بدخل البيت ننسى أقول الذكر، أخرج من البيت بنسى أقول الذكر، بركب السيارة بنسى أقول الذكر، بأكل أنسى أقول الذكر، بأنهي الطعام بنسى أقول الذكر، أدخل الحمام ينسى أقول الذكر. إذا كان هذا هو ديدني في الحياة، أبدأ أدرب نفسي في هذه الأيام أن أغير ذلك وأرتب نفسي على الذكر. هذه من العبادات اللي ممكن تكثر في العشر الأواخر من رمضان. أيضا الإنسان يمكن أن في العشر الأواخر أن يجعل النفقة والإنفاق والصدقات فيها أكثر من غيرها. فنحن الآن كلما نقترب من العيد تقترب منا وجوب صدقة الفطر، وأنا من أول رمضان أقول إذا تبادر بإخراجه، لأن الأمور ليست كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام الأمر كان بسيط جدا، كان يأخذ التمر أو البر أو الشعير في يده ويذهب إلى الفقير في بيته ويعطيها ثم يمشي. كانت الأمور بسيطة، لكن نحن الآن الأمور معقدة. الفقير محتاج يجيب بعض الأشياء، محتاج يغني أولاده في هذا اليوم، قد يشتري ثيابا. فإحنا من أول شهر بنشجع، بس لما يدخل العشر الأواخر بنقول للناس بادروا بإخراج زكاة الفطر قدر إمكانك، حتى يستطيع الفقير في هذه العشر أن يأتي بحاجات. فهذه عبادة أيضا نذكر فيها في هذه العشر. المهم الذي أريد أن أخرج به أن هذه العشر هي أهم ما في الشهر، ويجب أن نشمر عن ساعد الجد، وأن نستدرك ما فاتنا، وأن نزيد من العبادة. بل بقول لإخوة كتير، لو كان لك أجازة يا أخي سنوية، حاول تعطي جزء من أجازتك في هذه العشر الأواخر، حتى تستطيع أنك أنت تعوض، لأن هذه أيام غالية 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 قد لا نستطيع أن نعوضها في الأيام المقبلة. فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في هذه الأيام، وأن يكرمنا بالتوفيق لعبادته، وألا تضيع مننا هذه الأيام وتتسرب من بين أيدينا كما تسربت أيام ماضية من رمضان، وأن يرزقنا فيها العتق من النار، وأن يرزقنا فيها حسن ذكره وتسبيحه وشكره وعبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.